فيه قوي كده. عايزك بقى ايه لما يقول لك يلا نخرج نتفسح يا زينب، تلبسي وتتشيكي وتعملي شعرك مزمبليط وتخرجي معانا. انا اسيب المطبخ واسيبكم لوحدكم واسيب الشقه تتسرق واخرج؟ ما احنا بنسيبك وبنخرج كلنا، اشمعنى انت اللي مبعتش بتاع البيت؟ طيب الاغراء هنعمل فيه ايه؟ الاغراء يا سلطان عندي مطبخ الاغراء بشتغل جوه. الاغراء يا زوزو، الاغراء يا حبيبي. خلصت شغلي. هو ايه ده؟ لما تلاقي بابا قاعد على الكنبه وانت معديه قصاده كده، ابقي شلحي رجليكي كده شويه. قال يعني السكس هيموت بعضه. يا حلاوه بقى بابا لما يبقى داخل ولاقي السيجاره مدلدله بقى كده، وتشد نفس جامد وتطلع من مناخيرك وتضحكي ضحكه رقيعه. انت جيت يا رمضان ينيلك يا ابو الصيام. انا انت اعمل كل الحاجات دي مع بعضها؟ كلها مع بعضها كل يوم؟ يوم بعد يوم يعني. انا خلاص بقى يا سلطان، سيبني بقى عشان الاقي الطبيخ لوحده والحلل جوه. حبيبي خلينا نشوف شغلي. لسه الحصه ما خلصتش يا سلطان بقى. انا مخلص الحصه. اقعد. ماما عايزه اسالك سؤال. ايوه حبيبي. بقالك قد ايه ما قعدتيش مع بابا قعده عاطفيه؟ يعني ايه عاطفيه؟ يعني قعده رومانسيه. يعني ايه رومانسيه؟ الله. طب ودي هقول لها ايه دي بقى؟ يعني يوم الخميس. اشمعنى دي اللي عرفتيها يعني؟ ايه ما بتقعدوش الخميس؟ امال قعدتكم امتى؟ الجمعه ولا امتى؟ ولا بتقعدوا السبت ولا الحد؟ طب الاثنين مع الحلاقين ما بتقعدوش ولا الاثنين؟ طب في الاعياد عيد العمال ما قعدتوش في عيد العمال؟ طب جبتوا لك انهي مناسبه؟ الله. امشي خالص. انا اوعى ان كنتوا قعدتوا فيها بعاشوره. اقعدوا بعاشوره. امشي. يا ماما انا عايز انقذك، عايز ادردحك ولا احلاحك. الله. ايه يا اختي ده؟ النهارده ده كمان بالاماره، لما يبقى بابا موجود ترفعي صوتك. ارفع صوتي؟ هو انا صوتي تخين؟ بالعكس، صوتي جميل وحنين بس مليان حلل ولحمه وخضار وعيال. طب مش عشان تشبع انت واخواتك يا سلطان؟ ايوه يا ماما احنا بنشبع. احنا بتعجبنا اللحمه اللي حضرتك بتعمليها، بس في ناس هنا عينيها فارغه ما بتعجبهاش اللحمه دي، بتعجبها لحمه تانيه بيضة مربربه. يا وليه يا وليه اصحى للكلام. هو ايه ده؟ الله يا حبيبي. ايه اللي جرى له النهارده؟ اول ما تلاقيه جاي، اول ما تشوفيه قولي له انت جيت يا رمضان. انت جيت يا رمضان كده زي العساكر. انت جيت يا رمضان. لا انت جيت شهقة يا رمضان. انت جيت شهقة يا رمضان. هتقولي له انت جيت شهقة يا رمضان. انت جيت شهقة يا رمضان. حق انت جيت شهقة يا رمضان. قول انت جيت وانا هشهقلك يا ستي. وعايزك كنت ماشية تتقطعي نازل. اسكت بقى. تعالي بقى نكمل جوه. ايه اللي حصل؟ عشان الكلام اللي جاي كبير وما ينفعش نقوله طبعا. Thank you.